السلام عليكم كل متابعين القناة الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. أنا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعلم اسكندرية. اليوم حديثنا عن الوضع السيء اللي أصبحت عليه منطقة كفر عبده في اسكندرية، نقصد الوضع الحضاري التاريخي الأثري وأيضا الوضع الاجتماعي. منطقة كفر عبده اللي أمامكم حاليا في الصورة بين قوسين منطقة أبو النواتير سابقا كانت تعد قبل سنة 2011 أرقى منطقة سكنية وأعلى منطقة اجتماعيا بلا منازع في اسكندرية. كانت طبعا حط تحت كلمة كانت 900 خط، منطقة كفر عبده كان بيسكنها صفوة المجتمع السكندري زمان من مهنيين ورجال أعمال وأجانب وأشقائنا في البلاد الخليجية والعربية وأيضا قناصل الدول. منطقة كفر عبده زمان أيام الزمن الجميل كانت تضم أكثر من 80 فيلا وقصر أثري تاريخي، منازل وبيوت تاريخية وأثرية. كان من أشهر من سكن منطقة كفر عبده زمان في الزمن الجميل الأميرة فايزة، شقيقة الملك فاروق وبنت الملك فؤاد، اللي تسمى على اسمها أشهر شوارع اسكندرية حاليا شارع ملك حفني. شارع ملك حفني حاليا من فيكتوريا إلى أبو قير كان اسمه شارع الأميرة فايزة. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان كل جديد عن اسكندريه يوصلكم. الاهم ما تنسوش ادعمونا بالاعجاب للفيديو من الاسفل. الاهم شيء دلوقتي فين كفر عبده في اسكندريه، للي ما عندوش فكره خالص عن منطقه كفر عبده او بيسمع عنها سمع او بيقرا عنها. فين منطقه كفر عبده؟ منطقه كفر عبده احنا كده امامنا البحر، امامنا البحر، السهم الموجود كده اهو امامنا البحر. على شمال الصوره منطقه سيدي جابر، طبعا منطقة كفر عبده تتبع اسم سيدي جابر، حي شرق. على اليمين منطقة وينجا ثم منطقة زعربانة. خلف الصورة او خلف منطقة كفر عبده شريط قطار ابو قير ومنطقة الظهرية وترعة المحمودية القديمة ومناطق بقى حجر النوتية، مناطق اسمها حجر النوتية وعزبة حجازي وسموحة الجديدة واجزاء من سموحة القديمة. منطقة كفر عبده اللي امامكم عبارة عن منطقة فوق تبة، فوق جبل او تل عالي كده زي كوم الندورة، زي كوم الشقافة، زي كوم الدكة، هي في تبة او ربوة مرتفعة عن الارض. ايضا لو ما عندكش فكرة فين منطقة كفر عبده، احنا حاليا ده شارع ابو قير. على شمال الصورة منطقة رشدي، شارع سوريا، ديب مول، فيكتوريا الى ان تصل لابو قير. على يمين الصوره منطقه سيدي جابر، محطه قطار سيدي جابر، المحافظات. في خلفي البحر، لو حضرتك قادم من البحر عاوز تدخل شارع كفر عبده او منطقه كفر عبده، خلفي شارع المعسكر اللي علامته فندق توليب. طبعا كده على شمالي كده منطقه رشدي وشارع سوريا، شارع المعسكر اللي على امته كده. انا كده امامي منطقه سيدي جابر، منطقه مصطفى كامل، الى انا اصل الى منطقه محطه مصر. ده شارع كفر عبده اللي امامكم اسمه كده كفر عبده. خلفي شارع ابو قير وشارع المعسكر والبحر. شارع المعسكر اللي دخلك على كفر عبده من على البحر على امته فندق توليب، وعلى البحر في فندق ازور ونادي المعلمين. احنا كده امامنا منطقه كفر عبده. لو هتلاحظ لو انتوا راكبين العربيه او سايرا على الاقدام هتلاقوا نفسكم تطلعوا فوق تبة او تل او كوم. منطقة كفر عبده فوق ربوة او كوم او تل، منخفض من الاسفل واعلى في الوسط. احنا كده امامنا بعد كفر عبده شريط قطار ابو قير، بقايا شركة النحاس المصرية، ترعة المحمودية القديمة اللي اتردمت اصبحت شريان الامل، العزب بقى حجازي وحجر النوتية. اما من جهة اليمين اشهر الاماكن والشوارع يمين منطقة كفر عبده، زي ما قلنا كفر عبده على تل ابو ربوة، ربوة مرتفعة بيفصلها عن منطقة اسمها وينجت ومنطقة اسمها زعربانة. شارع الاستاذ دكتور لطفي الادور رحمة الله عليه، توفى الشهر ده. شارع لطفي الادور بتنزل كده من الاعلى للاسفل، زي ما حضرتك لو داخل كفر عبده هتنزل هتطلع من الاسفل للاعلى، لو طالع من كفر عبده على وينجت او زعربانه المناطق دي هتنزل من شارع لطفي الادور رحمه الله عليه، كانك نازل منزلان او نفق كده توصل لشارع اسمه اسماعيل زكي، كان اسمه شارع المصحه، كان مصحه لعلاج الادمان خلف نادي القضاء، وبعد كده شارع وينجت ثم شارع اسمه ابن عباده. شارع ابن عباده دخلك على بقى زعربانه وسوق زعربانه ثم الظهريه. للأسف حاليا بيتم أو تم وبيتم هدم فيلا أثرية، قصور أثرية، عماير أثرية، بيوت أثرية في
كفر عبده، بيتم بناء مكانها عماير مرتفعة شاهقة الارتفاع أو مبالغ في ارتفاعها، حتى لو كان القصر أو الفيلا مسجلين في التراث. أيضا كفر عبده حاليا امتلأت بالتكاتك، ممكن تلاقي فيها تروسيكل، ممكن تلاقي فيها تكاتك في أي وقت. كان يصعب ان انت تلاقي المناظر دي في كفر عبده. ده قطار ابو قير خلف قصور وفيلا كفر عبده، قطر ابو قير كده داخل محطة سيدي جابر، قادم من محطة الدهرية على شمال الصورة الدهرية وبقايا ارض شركة النحاس، وامامنا نادي سموحة وعماير ومشروع بيتك في النادي لو تسمعوا عنه في الاعلانات. الشارع اللي امامكم ده شارع مأمون الرصافي، من اجمل شوارع كفر عبده حاليا، على يمين الصورة وعلى شمال الصورة الفلل والقصور اللي لسه محافظين عليها أو هي محافظة على نفسها من الاندثار. شارع مأمون الرصافي اللي أمامكم تسمع فيه حضرتك أصوات البلابل والعصافير والطيور المغردة. خلفنا كده خلف الصورة شارع لطفي الأدوري وصلك لمنطقة وينجت ومنطقة زعربانة، أمامنا شارع مسجد مصطفى كامل ومحطة مية أبو النواتير واسم نقطة أبو النواتير وشارع مسجد مصطفى كامل، وصلك لمنطقة مصطفى كامل ومنطقة سيدي جابر. أما عن تسمية المنطقة باسم كفر عبده، طبعا ناس كتير تسمع عن كفر عبده، ليه المنطقة الجميلة دي اللي كان بيسكنها صفوة المجتمع في اسكندرية سموها باسم كفر عبده؟ للعلم منطقة كفر عبده أمامكم كان اسمها إلى سنة 1951 أبو النواتير، والمحطة أو المبنى اللي على شمال الصورة دي محطة مياه أو تنقية أبو النواتير، والنقطة إلى الآن اسمها أبو النواتير، ومكتب الصحة اللي في شارع إسماعيل زكي اسمه أبو النواتير، وإلى الآن موجودة على الخريطة باسم أبو النواتير، وكل الخرائط القديمة ذكرت باسم أبو النواتير. لغويا هي ابو النواطير بالطاء مش بالتاء، هي حاليا مكتوبه بالتاء، والناطور هو حارس المكان او حارس او حارس الحديقه او حارس المنزل او الشيء الثمين. ايه قصه تغيير اسم المنطقه من ابو النواطير الى كفر عبده؟ في البدايه ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو الاعجاب لو سمحتم، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا فيها لو سمحتم، فعلوا زر الجرس. اما عن سبب تغيير اسم منطقه ابو النواطير اللي امامكم الى منطقه كفر عبده ايضا اللي امامكم، التغيير الاسم مرتبط بالنضال الشعبي والمقاومه الشعبيه ضد الاحتلال الانجليزي. طبعا اللي ما عندوش فكره ان الاحتلال البريطاني لمصر تم سنة 1882 من عندنا من اسكندرية بسبب التمثيلية او المسرحية اللي غفلونا فيها في شارع السبع بنات، العجان السيد العجان الحمار والمالتي، والقصة اللي احتلوا بيها مصر من منطقة المنشية، دمروا اسكندرية بالبوارج والاسطول الانجليزي. ثم بعد ذلك الحماية البريطانية على مصر 1914، ثم الغاء الحماية البريطانية على مصر 1922، ثم معاهدة 1936 اللي كانت بتنص على عدم تواجد الجيش البريطاني في المدن المصرية الا في منطقة القناة، قناة السويس وما حولها. فكان في السويس كفر اسمه كفر احمد عبده. الجيش الاحتلال الانجليزي طبعا بدأ يعمل الحجج والمناورات لاستفزاز الشعب المصري واستفزاز الفدائيين والقضاء عليهم، فتم هدم كفر احمد عبده بالكامل، ساووا البيوت بالارض، كانت الدبابات بتضرب البيت والكساحات تسويه بالارض، طبعا موضوع طول شرحه. الكلام ده كان سنة 1951. ففي منطقة أبو النواتير كان يوجد شخص إنجليزي ما يسمى المسؤول السامي أو المندوب السامي الإنجليزي، والشارع كان اسمه باسم المندوب السامي، والجنينة كان اسمها جنينة الليمبي أو الليمبي. فتم تغيير المنطقة من أبو النواتير إلى منطقة كفر احمد عبده او كفر عبده، نكايه في الانجليز وعرفان وتقدير لمنطقه كفر احمد عبده في السويس وللفدائيين في السويس. ومن يومها الى الان المنطقه معروفه باسم كفر عبده، ولكن
في الاوراق الرسميه موجوده الى الان باسم ابو النواتير، الصحه باسم ابو النواتير، الشرطه والنقطه باسم ابو النواتير، محطات المياه باسم ابو النواتير، المواليد باسم ابو النواتير، على الخرائط الى الان باسم ابو النواتير. فتحيه من الاسكندريه الى اهلنا في السويس، في اسماعيليه، مدن القناه، الفدائيين الابطال رحمه الله عليهم والشهداء. اخر نقطه متبقيه معانا في الحلقه، لو حضرتك من خارج اسكندريه او ضيف عندنا ادمنا من فوق وراكب مشروع او راكب ميكروباص في شارع ابو قير، مفيش حد بيركب بيقول نزلني كفر عبده، الفكهان اللي امامك ده هو عنوان كفر عبده في شارع ابو قير، تنزلني فكهان النصر او نزلني خليل خياط، ده اشهر شوارع كفر عبده، بيتم ابلاغ السواق يقول نزلني فكهان النصر او نزلني شارع خليل خياط، يبقى انت كده تعرف ان دي منطقه كفر عبده اللي حضرتك معدي من عليها. طبعا فكهان النصر كان علامه من علامات زمان في الفاكهه، راحت عليه للاسف، اصبح دلوقتي حسن فؤاد والحرمين في الابراهيميه احسن منه بكتير. في نهايه جولتنا اتمنى نكون اسعدناكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش اتمنى اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس.